السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الفرع التجاري وفرع الفنون التطبيقية، إليكم حل أسئلة مادة اللغة العربية امتحانات الدور الأول 2022. السؤال الأول القواعد والتطبيق. عين التوكيد وبين نوعه في الجمل الآتية: حضر الولد نفسه. ثانيا، قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الثالثة، حذاري حذاري من الفشل. نجي على الأولى. الأولى نفسها توكيد معنوي، توكيد معنوي. أنت توكيد لفظي، حذاري حذاري توكيد لفظي. استخرج اسم المفعول ومعموله، ثم بين سبب عمله في الجملتين الآتيتين: العلم معروف معروفة فوائدة، في الديوان قصائد محفوظة مطالعها. عندنا أول شيء العلم اسم المفعول هو معروفة، فمعمولة فوائدة، السبب أنه واقع خبر. ثانيا محفوظة، معمولة مطالعها، السبب واقع صفة. زين، الفرع جيم: اكتب الأرقام بالكلمات لثلاث فقط من الجمل الآتية: رأيت 19 كوكبا. شوفوا شلون تكتبون رأيت 19 كوكبا، تكتبون رأيت 19 كوكبا، التسعة تخالف والعشرة تطابق. نجي على الكلمة الثانية: في المكتبة 1000 كتاب. نقول في المكتبة 1000 كتاب، 1000 كتاب. نجي على الثالثة: كرم المدير 25 طالبة. نقول كرم المدير 25 طالبة. ليش؟ لأنه واقع مفعول به 5. نجي حضرت الاحتفال 12 رياضية. نقول حضرت الاحتفال 12 رياضية. نجي على السؤال الثاني، يقول مثل لما يأتي في جملة مفيدة: صفة جملة فعلية، فيهما عيناني تجريان. الجملة الثانية: حرف عطف يفيد التخيير، كل فاكهة أو خبزا، بدل كل من كل. كان أبو الطيب المتنبي شاعرا حكيما. اسم فاعل يعمل عمل فعله معتمدا على استفهام: أمنجز أخوك واجبة. نجي هنا أنا. عين المنادى وبين نوعه لثلاث فقط من الجمل الآتية: يا فاطمات. شنو هنا نوع المنادى؟ نوع المنادى علم جمع مؤنث سالم. الثاني: يا ظالما لك حساب، نوع المنادى نكرة غير مقصودة. ثالثا: يا صاحبي السجن، نوع النداء هنا مضاف. يا كريم رعاك الرحمن، هنا شبيه بالمضاف. اعرب ما تحته، العفو، اذكر موقعين من مواقع همزة القطع. عندي عدة مواقع لهمزة القطع، انا اختاريت 2: اول الفعل الماضي الثلاثي ومصدره، وفي اول الفعل المضارع الرباعي وامره وامر الفعل المضارع الرباعي ومصدره. زين، نجي هنا أنا. يقول اعرب ما تحته خط: قرأت الكتاب حتى الخاتمة. حتى حرف عطف، الخاتمة اسم معطوف على الكتاب منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حسن الطالب خلقا، هنا الطالب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، خلقا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هنا المميز ملحوظ مو ملفوظ. زين، أكلت الرغيفة نصفه، نصفه. أكلت الرغيفة، يريد تعريف إعراب الرغيف. الرغيف مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نصفه بدل من الرغيف، بدل جزء من الكل، منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نجي على الأدب والنصوص. يقول اختر أحد الشاعرين واكتب له 4 أبيات. الشاعر الأول اللي هو الرصافي، أبياته: همم الرجال مقيسة بزمانها، وسعادة الأوطان في عمرانها، وأساس عمران البلاد تعاون متواصل الأسباب من سكانها، وتعاون الأقوام ليس بحاصل إلا بنشر العلم في أوطانها.
والعلم ليس بنافع إلا إذا أجرت به الأعمال خيل رهانها. هاي بالنسبة إلى الرصافي. محمود سامي البارودي يقول: يود الفتى أن يجمع الأرض كلها إليه ولما يدري ما الله صانع، فقد يستحيل المال حتما لربه وتأتي على أعقابهن المطامع. ولست بعلام الغيوب، وإنما أرى بلاحظ الرأي ما هو واقع، وذرهم يخوضوا، إنما هي فتنة لهم بينها عما قليل مصارع. هاي بالنسبة للسؤال الأول. يقول السؤال الفرع باء: ألفيته ينثر ألحانه كأنما ينثر من كبده. هذا البيت للشاعر عمر أبو ريشة من قصيدة بلبل. جعل الشاعر البلبل يزهد في الإنجاب، علل ذلك السبب لكي لا يعرض أفراخه إلى السجن. اكتب ثلاثة أبيات متتالية بعده ذاكرا اسم الشاعر، اسم المدرسة التي ينتمي إليها الشاعر. بعدها: وألفه المشفق ظل له باق كما كان على عهده، مدله اللفتات مستوحش، مدله اللفتات مستوحش مستوحش، طاو جناحيه على وجده، كم أطبقت منقاره غصة فمده ينقر في قيده. مدرسة أبولو. نجي على ثانيا، يقول: لك الحمد أن الرزايا عطاء، أكمل قصيدة السياب إلى وتغضب أن لم يجدها الغمام، مع ذكر أحد دواوينه. قصيدة السياب: لك الحمد أن الرزايا عطاء، وأن المصيبات بعض الكرم، ألم تعطني أنت هذا الظلام، وأعطيتني أنت هذا السحر، فهل تشكر الأرض قطر المطر، وتغضب أن لم يجدها الغمام. دواوينه تكتبون واحدة من عندها: إسهار ذابلة، إنشودة المطر، أو منزل الأقنان. نجي على: اكتب المقرر للحفظ في النص النثري محمد صلى الله عليه وآله، ذاكرا اسم الكاتب. اسم الكاتب هو أحمد حسن الزياد. ظهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعرب أشتاتا من غير جامع، وهملوا من غير رابط، وأحياء من غير غرض، فأضاءت في نفوسهم الحياة، وزخرت في صدورهم القوة، فصرفوا هذا النشاط العجيب إلى نزاع لا ينقطع وصراع لا يفتر، فحمل إليهم حمل وحده رسالة الله، لا يسنده سلطان، ولا يؤيده جيش، ولا يمهد له مال، فنفروا منها نفور الوحوش المروع، ثم رأوا فيها سيادة الأسرة، وخضوعا لقانون، وخروجا على عرف. نجي على السؤال الوراء، يقول: أنسب ثلاثا فقط من الآثار الأدبية إلى أصحابها: عذراء قريش، جرجي زيدان، ماجدولين للمنفلوطي، سحر البيان للجاحظ، تذكار الماضي إيليا أبو ماضي. نجي على السؤال الأخير فرع جيم، يقول: أجب عما يأتي، إلى ماذا دعت مدرسة المحافظين المعتدلين؟ دعت إلى التجديد في الأساليب والصور الفنية فضلا عن اللغة. يقول: يوجد في خطاب محمد رضا الشبيبي الأسلوب الرفيع والكلمات المنتقات، فبماذا استعان؟ كانت الاستعانة بالأمثال والاستفادة من إيراد الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة، ليكون تأثيره أوقع في النفس وأجدى في الإقناع. نجي هذا كل ما موجود أعزائي الطلبة في حل هذه الأسئلة. الإنشاء: عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالأنعام عليه. هذا تتكلم عن الأخ. والعلم أساس تقدم الأمم وتطورها، وهو الوسيلة العظمى لبلوغ الأمجاد. هذا بالنسبة للامتحان الإنشاء. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تابعونا إن شاء الله مستمرين وياكم في حل الأسئلة الامتحانات الوزارية لامتحانات الدور الأول العام الدراسي 2021-2022.